النشرة الرئيسية مشاهدينا الكرام من قناة الأجواء، أهلا بكم إلى العناوين. رئيس الجمهورية يستقبل الفريق المحلي لكرة القدم بعد تتويجه بكأس العرب 2021. قضاة الجمهورية يؤدون واجبهم الانتخابي على مستوى المحاكم والمجالس القضائية. المديرية العامة للأمن الوطني تطلق مسابقة لتوظيف الأعوان المتعاقدين. وتتابعون في نشرتنا انطلاق صلاة الاستسقاء عبر كامل ربوع الوطن. أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى التفاصيل. في البداية، خص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المنتخب الوطني المحلي للكرة القدم باستقبال رسمي بقصر الشعب بعد تتويجه بكأس العرب فيفا 2021 بالعاصمة القطرية الدوحة. المزيد من التفاصيل مع رباعي سلمى. خص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاعبي المنتخب الوطني المحليين باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية نظير تتويجهم بكأس العرب. وقد جرى حفل التكريم بحضور رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، وكذا الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنكريحة ورئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج وأعضاء من الحكومة وعدد من إطارات الدولة. وكان الفريق الوطني للمحليين قد وصل أمس الأحد إلى الجزائر، وكان في استقباله الوزير الأول ووزير المالية ومستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم وكذا أعضاء من الحكومة قبل أن يجوب الفريق شوارع العاصمة، حيث حظي باستقبال شعبي. حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تهنئة تعداد الخضر فردا فردا قبل أخذه صورة تذكارية إلى جانبهم، وأهدى مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوغرا ميدالية بطولة كأس العرب لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نظير دعمه الكبير لهم. وحظي رفقاء يوسف بالليلي والطاقم الفني للمنتخب الوطني للمحليين بتكريم من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وإلى موضوع آخر، تغييرات جديدة تمس دفتر شروط استيراد السيارات من أجل تحقيق المرونة وإزالة حواجز الاستيراد السابقة. وجاء هذا على هامش الاجتماع الوزاري الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مؤخرا. المزيد لشرهور رانيا. تعديلات جديدة تمس دفتر شروط استيراد السيارات والمزمع إصداره في الثلاثي الأول من سنة 2022. وحسب ما كشفته مصادر إعلامية، فإن الدفتر سيعرف ثلاثة تعديلات مهمة، والتي تتعلق برفع القيد الذي يحصر نشاط تجارة المركبات الجديدة فقط للشركات التي يمتلك رأس مالها فقط مقيمون وطنيون، كما وإلغاء نظام الحصص في استيراد المركبات، بالإضافة إلى السماح باستيراد المركبات التي تزيد قوة محركها عن لتر ونصف. وجاءت سلسلة هذه التعديلات المتتالية التي تضمنها الدفتر بعد إصدار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الأمر بالإسراع في تسوية دفتر الشروط على هامش ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، واستجابة إلى الالتزامات الدولية للبلاد خاصة فيما يتعلق بملف الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وكان وزير الصناعة السيد أحمد زغدار قد أكد على منح الاعتمادات لوكلاء الاستيراد بصفة فورية بعد صدور دفتر الشروط، وسيكون جاهزا نهاية جانفي القادم، ومنه ستتسم العملية بالمرونة وسيتم إزاحة العراقيل السابقة. وكشف الوزير أن الدفتر سيكون مبسطا بتحديد شروط استيراد كل نوع من المركبات وبدقة، فضلا عن ضمان خدمات ما بعد البيع كشرط لقبول ملفات الوكلاء، مشيرا إلى أن القانون لا يمنع الاستيراد الفردي للسيارات. أدى قضاة الجمهورية اليوم الاثنين واجبهم الانتخابي على مستوى المجالس القضائية والمحاكم الإدارية لانتخاب ممثلهم في المجلس الأعلى للقضاء، كما ترشح في العملية 142 قاضيا تحضيرا لهذه المرحلة الحاسمة نظرا للدور المرحلي لهذا المجلس.
وللإشارة، فإن المجلس الأعلى للقضاء ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويتكون من 26 عضوا منهم 15 قاضيا من قضاة الحكم والنيابة، يتم انتخابهم من طرف زملائهم، في حين ثمن رئيس الجمهورية تركيبة المجلس الأعلى للقضاء خلال ترأسه مجلس الوزراء أقول يوم أمس الأحد. أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن فتح مسابقة توظيف الأعوان المتعاقدين رتبة عامل مهني من المستوى الأول، وقالت المديرية في بيان لها إن المسابقة بموجب عقود محددة المدة بالتوقيتين الكامل والجزئي على أساس الانتقاء وبناء على دراسة الملف. وأضاف البيان أن المصالح المعنية بعملية التوظيف هي المصالح الجهوية للمالية والتجهيز بكل من الجزائر، البوليدة، وهران، قسنطينة، بشار، ورقلة، تمنراست، ويمكن للراغبين في التسجيل بالمسابقة تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروط التوظيف ومكونات الملف. إلى قطاع الصناعة، صرح وزير الصناعة السيد أحمد زغدار عن بروز ديناميكية جديدة لدى المؤسسات الجزائرية من خلال ما تبذله من مجهودات للتجاوب مع المحيط الاقتصادي والتحولات العميقة ومسارات الإنتاج وطرق التسيير. وجاء هذا التصريح خلال لقاء نظمته وزارة الصناعة للاحتفال باليوم الوطني 25 للتقييس. المزيد في تقرير قريشي كوثر. ديناميكية جديدة في قطاع الاقتصاد برزت مؤخرا في المؤسسات الجزائرية من خلال ما تبذله من مجهودات للتجاوب مع المحيط الاقتصادي والتحولات العميقة ومسارات الإنتاج وطرق التسيير. فخلال لقاء نظمته وزارة الصناعة للاحتفال باليوم الوطني 25 للتقييس، أكد وزير الصناعة السيد أحمد زغدار أنه لا بد من تطوير الجودة لأنها تعد عاملا أساسي للنهوض بالصناعة، مع الإشارة إلى أن اللقاءات المكثفة التي قامت بها الوزارة مع إطارات المجمعات العمومية سمحت بتقييم وضعيتها وتحديد أولوياتها من أجل تحسين مردوديتها وحاجيتها. السيد الوزير كشف أيضا أن سقف الأهداف الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ارتفع إلى 15% كمساهمة من القطاع في الناتج الداخلي الخام، مؤكدا أنه من الممكن تحقيق الأهداف إذا تواصل العمل وفق الاستراتيجية المحددة، مع ضرورة السعي إلى تحسين المستمر في أساليب التسيير في مختلف المؤسسات. ركز عليها وزير الصناعة لأنها تعد من أهم ركائز المنظومة الوطنية، بالإضافة أنها بمثابة الجودة التي تغطي الجميع الميادين والمجتمعاتية لها تأثير لدعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني والعلاقات التجارية، داعيا المؤسسات إلى تسخير كل النظم المدعمة للتسيير الأمثل وتحسين الجودة من أجل تنمية جديدة. أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الخميس الماضي عن إقامة صلاة الاستسقاء عبر كامل ولاية الوطن يوم الاثنين الخامس جماد الأول الموافق لعشرون ديسمبر 2021، وذلك بداية من الساعة 10 صباحا. وأوضح بيان الوزارة أن قرار إقامة صلاة الاستسقاء اتخذته الوزارة بعد الطلبات التي وصلت مصالحها المركزية من مختلف ربوع الوطن، وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عند انحباس المطر. قال ابن قدامة: صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه. وأجمع العلماء أن خروج الاستسقاء عند احتباس ماء السماء وتمادي القحط سنة مسنونة سنها رسول الله. وإلى الملف الأمني، تمكنت فرقة الأمن الوطني بالجزائر العاصمة يوم أمس تأمين طريق بعثة الفريق الوطني وزملاء يوسف بالليلي انطلاقا من مطار هواري بومدين وصولا إلى ساحة أول ماي بالعاصمة وسط حشود كبير من الأنصار وفرحة عارمة ملأت قلوب اللاعبين والأنصار ومحملين بالكأس العربية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل نور الدين أدير.
قامت فرقة الأمن الوطني للجزائر الوسطى يوم أمس بتفقد الطريق المؤدي إلى مطار هواري بومدين الدولي، وذلك بعد وصول بعثة منتخب الوطني، حيث صنع أنصار المنتخب الوطني الجزائري أجواء خيالية لحظة وصول أبطال العرب لساحة أو الماء بالجزائر العاصمة. ومباشرة بعد وصولهم لأول ماي أشعل الأنصار مجموعة كبيرة من الألعاب النارية ليصنعوا كراكاجا عالمي، وانطلقت الحافلة المكشوفة من مطار الدولي هواري بومدين وعلى متنها أبطال العرب محملين بالكأس العربية. وتجول زملاء يوسف بلالي شوارع الجزائر العاصمة وسط الآلاف من الأنصار وفرحة كبيرة تسود اللاعبين والأنصار. كما تمكنت فرقة مكافحة المخدرات للشرطة القضائية للأمن الوطني لولاية الأغواط، وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات لذات المصلحة، أين تم توقيف سيارة من نوع سيات إبيزا في المدخل الجنوبي للولاية. بعد تفتيش السيارة تم العثور على أكثر من 11 ألف من المهلوسات العقلية من نوع بريغابالين. التغطية لطولبية محمد صالح. مواصلة للجهود الرامية إلى محاربة الجريمة الحضرية بمختلف أشكالها، سيما الجرائم المرتبطة بالمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بناء على عمل استعلاماتي يفيد قدوم بمركبة من نوع سيات إبيزا يحوز سائقها على كمية من المؤثرات العقلية. استغلالا لذات المعلومة، قامت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الأغواط بوضع خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيف المركبة السالفة الذكر التي كان يقودها شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 31 سنة، بعد وذلك على مستوى الحاجز الأمني للمدخل الجنوبي لمدينة الأغواط. بعد التفتيش الدقيق للمركبة تم العثور بداخلها على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر ب 11460 كبسولة كانت مخبأة بإحكام داخل تجويفات واقي الصدمات الخلفي لتلك المركبة. بعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية للقضية، سيتم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط عن قضية حيازة وتخزين ونقل مؤثرات عقلية قصد البيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال مركبة وجنحة التهريب باستعمال مركبة. حلت اليوم صباحا وزيرة البيئة السيدة سامية مولفي بولاية تلمسان، وذلك في زيارة عمل وتفقد، وقد كانت المناطق الصناعية ومصانع إعادة تدوير النفايات والبلاستيك من أهم المحطات التي زارتها السيدة مولفي. المزيد من التفاصيل مع صابر غانم. سامية السيدة وزيرة البيئة، نحن الآن متواجدين في مركب النفايات شتوان. دور المجتمع المدني في حماية البيئة، وهو احنا نقوم بحملات توعية وحملات تحسيس، نقوم بنشاطات تطوعية خيرية تتمثل في جمع النفايات بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والمؤسسات الخاصة، وشعارنا هو كلنا شركاء في النظافة. في المواد تاع البلاستيك، لأن دائما نؤكد على ذلك أن هذا يدخل ضمن سياسة قطاع البيئة والتوجه نحو الاقتصاد الدائري، وبالتالي نحو الاقتصاد الأخضر. وعندما نكون نتكلم عن الاقتصاد الدائري، نتكلم مباشرة بتثمين النفايات، عملية تثمين النفايات التي هي اليوم هي عبارة عن ثروة. كان أن وزارة البيئة تقوم بمرافقة المستثمرين الشباب وكذلك المستثمرين كما يسمى بالستارت اب وأصحاب المشاريع الصغيرة، احنا نرافقهم بصفة دائمة ومستمرة ونقول لهم دائما. واليوم نعاود الكرة أن أبواب وزارة البيئة مفتوحة من أجل المرافقة في المجال خاصة الرسكنة. وإلى ولاية ميلا، انفجار شقة بحي 150 مسكن تساهمي بفرجيوة يؤدي إلى خسائر مادية جسمية وإصابة امرأة. وللولاية تنقل إلى مكان الحادث عاش سكان فرجيوة أجواء من الرعب والهلع، وخاصة سكان حي 150 مسكن تساهمي بسبب هذا الانفجار الذي أدى إلى أضرار وخسائر جسمية بالعمارة المجاورة لها. على إثر ذلك تنقل
انتقل والي الولاية إلى مكان الحدث حيث وقف على الخسائر المادية وتدع كبير للعمارة التي حدث بها الانفجار والذي امتد إلى العمارات المجاورة لها، أين أعطى تعظيمات إلى المصالح المختصة بالإسراع في تقديم الأضرار والتكفل بالسكان من خلال نتائج مختلف المصالح. سوف تتخذ الإجراءات المناسبة، يقول الوالي الذي قام بالزيارة إلى مستشفى مداح محمد للوقوف على حالة المرأة التي أصيبت جراء الانفجار، أين أسدى تعليمات بضرورة التكفل بها. التغطية لعياد الساسي. اللي دخلت الله أعلم شعلت الضوء الله بريكي كلاطات خويا، ما واحد ما على باله، بقينا الدنيا تهزت. تشوف لي ارتجاج على اللي صرا سكناها، تشوف كيف راهي يا خويا. كانت غير المرأة في الدار، ما كان حتى واحد، الحمد لله، غير هي دخلت في الدار. عاد اللوطون اللي دخلت وشعلتها وصرا اللي صرا، طلعنا للدار حوسنا ما كان حتى حاجة، والمرأة هاي مطيشة تحتها ما شفناهاش حتى نهبط، راه لقيناها تحت الركا والحمد لله. هي علم ولله، هي مازالت حية وربي كما نقولوا يجعلها من الحيين، وربي يحفظها لوليداتها ولأهلها. هذا واش اليوم حوالي 23 دقيقة حدث انفجار هنا في منزل في حي الملو 150 مسكن في الطابق الثاني. أدى هذا الانفجار إلى يعني تحطم الجدران الداخلية والخارجية تاع البناية، وكان تسبب كذلك في جرح يعني سيدة حوالي 30 سنة. نطلبوا إن شاء الله نطلبوا لها الشفاء العاجل، هي حاليا في المستشفى، تم إجلاؤها إلى المستشفى فرجيوة بمستشفى فرجيوة عن طريق مصالحنا. والحان رانا ننسى عملية التعرف على الخسائر الناجمة عن هذا الحادث هذا، وكل يعني السكان راهم واعيين بالخطر اللي حوم عندهم هنايا، ورانا وجهنا لهم تعليمات باش يقفلوا الغاز تاعهم ويعاودوا يتفقدوا كل لا كاناليزاسيون تاع الغاز، لانه الانفجار هذا ممكن يكون ادى الى زعزعه القنوات تاع تسير الغاز، حتى تكون يعني نعاودوا نطلقوا الغاز في امان بالنسبه للمواطنين. على اثر الفاجعه التي المت بسكان دائره فرجيوه، تنقلنا لعين المكان نحن والسلطات الامنيه وكذا الحمايه المدنيه. حاليا نارنا متواجدين في عين المكان. اعطيت التعليمات لفرقه السي تي سي انها تتنقل اليوم وتشوف رعيه السكان، ومن خلال ما تسفر عنه هذه الاخرى ستتخذ الاجراءات اللازمه مع السكان اللي راهم لهنا. لكل تفاصيل دقيقه والاخر مع مدير الحمايه المدنيه تقدروا تتصلوا به ويعطيكم معلومات الاكيده على الحادث هذا. احتضنت أمس المكتبة المركزية الشهيد بالقاسم بودراي بعاصمة الولاية فعاليات إحياء اليوم العالمي للغة العربية وسط حضور قوي للشعراء والأدباء وكذا الخطاطين. المزيد في مراسلة سعد العجال. بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، اليوم تم هنا معرض الخط العربي. أنا مصري محمد الخطاط، أنا أستاذ الخطاط خوني عبد الوهاب، نظمنا هنا معرض حول الخط العربي، لأن الخط العربي هو فن الفنون والتراث. ثم لازم نعطوا له قيمته، لازم نقلبوه الواجهة إن شاء الله. هذا هو الدور تاعنا كخطاطين. بعد زيارتي لمعرض الكيت اللغة العربية اليوم، كان معرض الكتاب جد ورائع. العالم الدول العالم العربي، ونقول هذه اللغة في الحقيقة هي لغة عالمية، إحدى اللغات المعترف بها في المحافل الدولية منذ مدة الحقيقة، وهي لغة الخطاب اليومي للملايين ملايين البشر، وحتى ان صارت الكثير من دول العالم حتى غير العربيه تحتفي بهذه اللغه لخصوصيتها. خصوصيه هذه اللغه في ماذا؟ في ثبوتها، لانها تتعلق بالنص القراني، ان نحن نزلنا ذكرى وان له لحافظون، يعني هذا النص المقدس. بما ان هذه اللغه هي لغه تتميز بالثبات، الثبات ليس هو الجمود وانما هو
ثباتي أنها تتعلق بنص قلت قرآني ولها من الصفات ما يجعلها لغة التخاطب اليومي، وهي لغة كذلك لغة إذا قلنا الفصيح، يعني استعمال الفصيح ليس فقط في الإعلام واللسانات الرسمية، حتى إن اللهجات إذا ذهبنا إلى اللهجات اللغة العربية كل اللهجات تتقاطع تقاطعا كبيرا، وساكن الشام يسهل يفهم ساكن المغرب، وساكن المغرب يفهم ساكن الشرق الأوسط وهكذا. نظمت أول أمس مصالح صنع الغاز بالمسيلة بمشاركة الحماية المدنية حملة تحسيسية وتوعوية لفائدة المواطنين لأجل الحد من مخاطر القاتل الصامت. المزيد في مراسلة سعد العجل. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت إشراف السيد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية توزيع الكهرباء والغاز صدياق، انطلقت هذه الأيام التحسيسية والتكوينية حول الاستعمال الأمن والعقلاني للكهرباء والغاز. إضافة إلى هذا اليوم التحسيسي الذي ننظمه بالوكالة التجارية المسيلة 2 للتحسيس كذلك من مخاطر الغاز الطبيعي، بالتزامن مع انطلاق قافلة وطنية تجوب كافة التراب الوطني للتحسيس من مخاطر الغاز الذي نعيش تبعاته وآثاره على مدى سنوات، خاصة السنوات الأخيرة، على غرار ما يحدث في الأسابيع الأخيرة. ولاية المسيلة لوحدها شهدت الأسبوع الماضي سبع وفيات نتيجة الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون. لذلك الشركة الجزائرية توزيع الكهرباء والغاز صداك حرصت على تنظيم هذه الأيام التكوينية والتحسيسية أيضا والقافلة الوطنية حتى نتفادى هذه الكوارث. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ الأول نعيش بلال مكلف بالإعلام على مستوى مديرية حماية مدينة المسيلة. إذا اليوم برفقة الشركاء الفاعلين مشاركين في حملة تحسيسية توعوية حول أخطار اختناق الغاز، لا سيما غاز أو أكسيد الكربون الذي بات يحصد الكثير من الأرواح. ونظرا للأسف الشديد أن وعي المواطن ربما من جانب الاستهزاء أو اللامبالاة، لأن هناك تصرفات بسيطة وإجراءات وقائية بسيطة يستطيع الإنسان أن ينقذ حياته وينقذ حياة عائلته. اليوم مشاركين جناح حماية المدنية عرض عتاد الإسعاف في حالة اختناق غاز، كذلك توزيع مطويات للمواطنين. مؤسسة صنع الغاز على هذه التظاهرة في مدينتنا بولاية المسيرة، كما نشكر قناصر الحماية المدنية ونقدم بعض التوضيحات للمواطنين. الحذر ثم الحذر ثم الحذر من هذا السم القاتل، كما يقولون شيء بسيط في مجال التهوية. رانا كل يوم نصبح عن حادثة عن عائلة بأكمالها رحمهم الله، ولكن ما نستهزاوش، هذا سم قاتل موش راح يعطيك إشارة. تجمع عشرات المقصدين من قائمة 170 سكن اجتماعي ببلدية واد سلام بغيريزان أمام دائرة منداس للمطالبة بحقهم في السكن والاستفسار عن أسباب الإقصاء، أين طلب المقصدون بتشكيل لجنة لدراسة الطعون والتحقيق في المستفيدين الذين لا يستوفون الشروط. التغطية لمساوي عبد القادر. عشرات المواطنين من بلدية واد السلام تجمعوا أمام مقر دائرة منداس، والسبب إقصاؤهم من قائمة 170 سكن اجتماعي المعلن عنها مؤخرا. احنا يا مواطنين سكان بلدية واد السلام، احنا ندير وقفة احتجاجية هنايا على قائمة السكن على مستوى بلدية واد السلام. احنا نديرين طعن في القائمة كومبلي، احنا ما نقولوش احنا بلي كاين اللي يستفاد وكاين اللي يستاهل وكاين اللي ما يستاهلش، لا احنا رانا دايرين طعن في كاع القائمه، كاع القائمه تتعاود. حنايا رئيس البلديه القديم دارها وكمل المجلس تاعها وراح، احنا ما احنا خاصنا رئيس البلديه جديد هو اللي يدير قائمه سكن ويخرج مع الشيف دايره جديد. داير الدوسي من 2013 فهمتني، واللي دار الدوسه صغار مني في اللاج وصغار مني في الدومون وداو، هذه شايله هذه حقره ولا شايله، ما عنديش دراري فهمتني، بصح نورمالمون ندي انا قدوه الخاوه بيفدوني بويا غدوا يموت شكون بيجي يفدني انايا، كش اللي يفدني؟ مرتو تقري هو يخدم زو شهريات، وكان اللي مسكين ما عنده والو، لا شهريه لا خدمه، كيما ديش كان اللي كل عام تخرج لا ليست يخرج فيها، لما خرج خوه خرج خطره الزوجه خوه الزوج
اللي بدي وشكا خايمه كامله ما ديتش. انا داير هذا الطياف 2014 مات مولا دار ضد دوسي ما نملك حتى حاجه. يملك هو 10 طارات، قالوا لي على 10 طارات نقلعوك، وانا عندي البيان ها هوني رداتك، جبت لهم ورقه من دار التراب اللي ما نملك حتى حاجه. انا ولدي قالوا لي كنت في السكنه وقلعوك، هاو البيان باللي ما نملك حياه وحرموني من السكنه قلعوني. رئيس دائره منداس طمأن المواطنين بشان احقيتهم في السكن، مشيرا ان القائمه ضبطت على اساس الاولويات. تم نشر قائمه 170 مستفيد من السكن عمومي إيجاري، هذا بعد ما كان عدد الملفات المودعة على مستوى الدائرة 1100 ملف. كما استقبلنا اليوم بعض المواطنين لاستفسار عن لم يستفيد من السكن عمومي إيجاري، حنا بيننا أولويات بالأولويات، ماشي ما يستفدوا كاع أي مواطن من حق من السكن، مي أولوية. في ظل شح الحصص الموزعة يبقى ملف السكن وترا حساسا يفجر غضب المقصيين في كل مرة يعلن عن قائمة مستفيدين جديدة. قامت جمعية الحياة والصحة بالاشتراك مع مخبر فاسكا بيوميل بتنظيم يوم تكويني حول الربو عند الرضع، حيث نشطه البروفيسور عبد الرحمن بوفرساوي رئيس وحدة أمراض الربو وأمراض القصبة الهوائية للأطفال بمستشفى باينام. وقد شهد هذا اليوم حضور عدد كبير من الأطباء والقابلات وشبه الطبيين التابعين لقطاع الصحة لولاية غردايا والمنيعة. التغطية للزميل محمد إسلام ولد الطاهر. اللي قامت به المخبر بيوميل بالتعاون مع الجمعية الولائية الصحة والحياة جاء بعنوان الربو عند الأطفال، هذا مساهمة في التكوين بالنسبة للأطباء والقابلات وكذا شبه الطبيين. هذا بداية لعمل المخبر للجنوب الكبير. أحصائيات هنا في الجزائر حنا يعني أببخي عندنا واحد 10% يعني سي لي ميم ستاتستيك اترافير لو موند اونتي سي ا ببري 10% عند الطفل تاع سكولير اون فادير. الوغ حنا واش لاحظنا في مرض الربو هذا، كاين بزاف عندهم دراري عندهم اعراض تاع مرض الربو يروحوا للمستشفى ولا عند الطبيب يداويوهم هذيك لا كريز تاع الربو ابري خلاص. احنا واش نحبوا هنايا باش يعني نحسنوا وضعيه المريض اللي عندهم مرض الرب هو المتابعه سي لو سويفي ريغولي، سيتادير واحد عنده اعراض تاع الرب صح نداويه تاع الاعراض تاع الرب هذاك في الاعراض الحاده، مي ما نساوش باللي لازم له ان تريتمون دو فون، لازم متابعه يعني طويله تكون ويكونوا دي كونسلتاسيون ريغوليير كل شهر سا ديبون، يعني باش الهدف هو كيما حنا نقولوا اوبتيني لو كونترول توتال، ستادير ان اونفون ميم الا كان عنده مرض الرب لازم يعيش كيما كاع الدراري. فاسكا بيوميل remercie la population de Gardaïa de nous avoir accueillis si chaleureusement pour cette journée de formation avec professeur Boufersaoui. نظمت مديرية التوزيع لشركة الكهرباء والغاز لولاية سيدي بالعباس الأيام التكوينية الوطنية الأولى لفائدة جمعيات حماية المستهلك والإعلاميين، شرحت من خلالها أسباب انتشار هذه الحوادث وسبل الوقاية منها إضافة إلى الاستعمال العقلاني لهذه المادة الحيوية، وكاد التعريف بالإجراءات المتخذة للحد من حوادث الاختناق بالغازات المحروقة خاصة بعد تسجيل حالات مقلقة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم دعوة الإعلاميين للمساهمة في توصيل هذه الرسالة إلى المستهلك باعتبارها همزة وصل بينهم وبين المواطنين. التغطية لحسن هاشمي وفرحات عباس. في هذا اليوم التكويني الفرحة عندها شطرين، الفرحة هي بتتويج الفريق الوطني بالكأس العرب، وإن شاء الله أتمنى لبلادنا تتويجات أكثر وفي ميادين أخرى إن شاء الله، والفرحة الثانية هي باللقاء بالزملائنا الصحفيين والشركاء توانا. هذا اليوم التكويني استطرت المديرية العامة عبر كل الوطن مدير التوزيع الوطن، وذلك لخلق فرص للتقارب مع أسرة الصحافة
وباش تعطيهم نبدا النشاطات اللي تقوم بها شركتها صديق. ان شاء الله هذا اليوم يكون مطمئن وتكون عندكم اكثر. إذن دائما تبعا للتوصيات وتعليمات السيد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز صادق والقاضية بتنظيم أيام تكوينية وهي الأولى من نوعها على المستوى الوطني لفائدة الصحفيين وكذلك جمعيات حماية المستهلك. الهدف من هذا اللقاء التكويني هو أولا التعريف بكل ما يتعلق بالكهرباء والغاز من جهة وكذلك تقديم النصائح والإرشادات فيما يخص أو الإجراءات الوقائية فيما يتعلق بأخطار الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون وكذلك الاقتصاد في الطاقة، وهذا من خلال تبني سلوكات بسيطة لمن خلالها المواطن يستطيع تقليص فاتورة الاستهلاك. إلى انشغالات السكان، يشتكي سكان الحي البلدي الكائن ببلدية العبادية في ولاية عين الدفلة من تعطل الأشغال لإتمام مسجد الكوثر، حيث يناشدون ذوي البر والإحسان مساعدتهم في إنجاز هذا الصرح الديني الضامن لأدائهم للصلوات على مقربة من تجمعهم السكني. التغطية للحاج مساكو ومراد دلوسي. بيت من بيوت الله متواجد بالحي البلدي الكائن في بلدية العبادية بولاية عين الدفلة هو مشروع ذات بعد روحاني وإيماني تعطلت به الأشغال ليحرم المصلون من نعمة أداء صلاة الجمعة. معنى رفعتها هي الصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن في بيوت الله سبحانه عز وجل، وأنتم تعلمون كما شاهدتم يعني قبل قليل يعني هذا المسجد، هذا مسجد الكوثر الكائن بحي البلدي ببلدية العبادية ولاية عين الدفلة يعني بحاجة ماسة إلى المساعدة، يعني تقريب عشرين سنة ما زال لم تكتمل الأشغال، لم تتم الأشغال وبعد. إذن من هذا المنبر إن شاء الله نناشد ونقدم نداءنا لأهل البر والإحسان أن يمدوا إلينا يد المساعدة. نحن اللجنة الدينية لمسجد الكوثر بالعبادية ولاية عين دفلة نناشد وندعو المحسنين من ذوي البر والإحسان لمساعدتنا من أجل إتمام هذا الصرح الديني الذي يظهر خلفي من أجل فتح صلاة الجمعة في أقرب آجال. من صباح ربي في الشتاء وفي البرد نصلي الجمعة، ماذا بكم تسقمون الجمعة بانوا اللي نصلي غير هنا، رانا نصلي برا في البرد وفي الساحة مع مراتنا، ما لي تسمحونا تسقمون ذا الجمع. مسجد الكوثر الذي توقفت فيه الأشغال لما يربو عن عقدين من الزمن يناشد أهل الحي ذوي البر والإحسان لتحقيق حلمهم في أداء الصلوات بمسجدهم. هذا المسجد راه في 20 سنه راه هكا مكاش اللي عاونوا، رانا نصلوا لتحت رانا نصلوا برا ومع البرد ومع هذا الشتاء كي يدخلوا لداخل كل واحد وين يروح، واحد يروح للعطاف واحد يروح للزاويه. احنا كلنا عندنا راه باقي المشكل تاع الفراش والمشكل تاع القبه راهي ناقصه والقبات، هذا ما باقي لنا وباقي لنا جموعه اللي هداهم ربي على مستوى الوطن للمحسنين من مقاولين من رجال اعمال اللي هما. اللي كنت نقرا في الابتدائي وطلعت للجامعه وتخرجت ومازال ما سلكش هذا المشروع، نطلب من الناس الخير واللي كرمهم ربي بالمال وكامل يعاونونا. هذا راه جاي في وسط حي بعيد شويه على الحي، هذا بعيد شويه على وسط المدينه. وتبقى الصرخه قائمه تنطق بها شفاه الشيوخ والبراءه على حد سواء، علها تجد اذانا ساغيه لضمان استكمال بناء هذا الصرح الديني. نترككم الآن مع المختصرات الدولية للزميلة عبود أسماء.
قام العديد من المواطنين السودانيين في الخرطوم والعديد من المناطق الأخرى بالخروج في مظاهرات حاشدة بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق احتجاجات ديسمبر. وفي هذا الصدد رفع المتظاهرون شعارات رافضة للاتفاق السياسي الراهن والمطالبة بحكم ميداني وحماية الانتقال الديمقراطي السوداني. قامت بريطانيا والعديد من الدول الأوروبية بإجراءات جديدة لكبح الموجة القادمة ومنع انتشار المتمحور أوميكرون. ومن بين الإجراءات المتخذة من قبل وزير الصحة البريطاني هي إلزامه بلبس الكمامة واشتراط نتيجة فحص سلبي من أجل دخول المناطق العامة، واستبعد هذا الأخير العودة للإغلاق الكلي. أحدثت الأمطار الأخيرة بماليزيا والتي عرفت بغزارتها فيضانات عارمة بكوالالمبور، حيث يحاولون سكان هذه الأخيرة إنقاذ ما تبقى من أغراضهم بعد تدفق المياه والأوحال الطينية إلى منازلهم وغرق سياراتهم. يقوم سكان بنما بمسابقة بها العديد من الرياضات التي مارسها أجدادهم قديما، منها رمي الرماح والسباحة وشد الحبل. ويؤكدون هؤلاء السكان أنهم يشتركون في هذه المسابقات تكريما لأجدادهم، ويحاولون كذلك الحفاظ على العادة والتقاليد. تعيش لبنان ما يقارب 3 سنوات أزمة كبيرة، حيث أن المواطنون أصبحوا يستصعبون الحصول على لقمة العيش والدواء. وحسب تقرير دولي حديث، يوجد نحو 80% من سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر. عودة إلى أرض الوطن. وفي الرياضة، عرف المنتخب الوطني المحلي فور وصوله إلى أرض الوطن استقبالا كبيرا من طرف الجماهير الجزائرية التي توافدت بأعداد غفيرة لتهنئة أبطال كأس المونديال العربي فيفا قطر 2021، وصنعوا أجواء رائعة تبقى في الأذهان. المزيد من التفاصيل مع ورقة الزميل لقمة جاسيد علي. طالت ساعات الانتظار مع أجواء جد باردة، هذا لم يمنع الجزائريين من التوافد بكثرة في شوارع وطرقات العاصمة لاستقبال الأبطال الذين شرفوا ورفعوا الراية الوطنية عاليا وتحقيق لقب عربي يضاف إلى خزائن المنتخب. أنصار الخضر وفور وصول طائرة المنتخب المحلي إلى أرض الوطن هتفوا مطولا باسم الماجيك بوغرا ولاعبيه. انطلقت حافلة المنتخب المكشوفة السطح والمزينة بوجوه الأبطال تحت شعار فخورون بكم والحاملة لكأس المونديال العربي فيفا قطر 2021. احتشد الجزائريون على كامل أطراف الطريق قبل وصولهم إلى ساحة أول ماي، حيث كانت الحشود في انتظارهم، كما رافق الحافلة المكشوفة بعض المناصرين بمواكب سياراتهم المزينة بالأعلام الوطنية، وزينتها الألعاب النارية. ورافق الحافلة المكشوفة مرافقة أمنية لافتة من سيارات للشرطة والدرك وأفرادها، وتلقى اللاعبون التهاني على طول الطريق السريع. وما إن وصلوا إلى ساحة أول ماي بالعاصمة، وجد محارب الصحراء آلاف المشجعين الذين انتظروهم لساعات رغم قساوة الجو البارد، إلى أنهم لم يكترثوا من أجل تهنئة رفقاء يوسف بليلي والماجيك مجيد بوغرا، واحتفلوا معهم بطريقة هستيرية وصنعوا أجواء وفرحة كبيرة. you
كل التوفيق لمحاربي الصحراء في المحطات القادمة، وكأس إفريقيا بالكاميرون على الأبواب. وبالملف الرياضي نطوي صفحة رئيسيتنا إلى أبرز العناوين. رئيس الجمهورية يستقبل الفريق المحلي لكرة القدم بعد تتويجه بكأس العرب 2021. قضاة الجمهورية يؤدون واجبهم الانتخابي على مستوى المحاكم والمجالس القضائية. المديرية العامة للأمن الوطني تطلق مسابقة لتوظيف الأعوان المتعاقدين. وتتابعون في نشرتنا انطلاق صلاة الاستسقاء عبر كامل ربوع الوطن. بالعناوين نتمم نشرتنا لنهار اليوم، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. مشاهدة طيبة لبقية برامجنا، في أمان الله.